طاقة إيجابية. أنا عندي رسائل حلوة قوي لأنه مبارح في رسائل عديدة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده كان من خلال ختام فعاليات منتدى الشباب العربي الأفريقي في أسوان. كل الرسائل بتعكس أن في بداية جديدة في مشوار التكامل العربي الأفريقي، بالتأكيد أن منتديات الشباب فرصة عظيمة للدولة وللشباب لطرح الموضوعات النقاشات ما بين المسؤولين والشباب، ومنها اتولدت فكرة منتدى الشباب العالمي، برضو خرجت فكرة منتدى الشباب العربي الأفريقي. الرئيس السيسي كان امبارح حضر العديد من الجلسات خلال المؤتمر، وأكد خلالها أن مصر على أتم استعداد للتعاون مع كل الدول الأفريقية مش مع السودان بس، وده لإقامة مشروعات مشتركة تعم بالخير على الطرفين. الرئيس السيسي أيضا كشف عن إعداد وطرح ورقة بالقمة العربية الأفريقية المقبلة اللي هتكون إن شاء الله في العاصمة السعودية الرياض. الورقة تتعلق بحلم وهو السوق العربية الأفريقية المشتركة، أيضا إنشاء صناديق تمويل عربية أفريقية مشتركة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الأخرى، وده بهدف توفير مشروعات البنية الأساسية بدول القارة. أيضا الرئيس امبارح منساش إنه يؤكد إن كل ده مش هيتحقق إلا بحاجة مهمة جدا وأكد عليها الرئيس في أكتر من مرة، وهو الاستقرار في المنطقة.